طبعا معروف عن الفنانين وعن المشاهير بالتلفزيون انه كل واحد بيجي وبيسوي بصمته الخاصة. في ناس بتحب الاستعراض بالعضلات، مثال مثلا الفنان محمد رمضان. في ناس بتحب تستعرض الاموال والسيارات واللامبورجيني والفيراري مثل كريستيانو رونالدو، كمان محمد رمضان بيستعرض هاي القصص. في فنانين تانيين بيستعرضوا الغباء والدراما، وفي فنانين استثنائيين مثل فنان اليوم. هذا الفنان تبع كله جامع، يعني الغنى الفشخرة مع الهضامة الهبل. اشرب حبيبي من الهلب اشرب، خلي في دعالك كل السما فيك، واللي بداوي وتباديك كل السحور ودستورة روحي. سلام 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 عليكم، معكم موسى الحلو بأولى حلقات برنامجنا الجديد، برنامج شاوي بلس. البرنامج هذا راح يكون سلسلة من الحلقات مكملين فيها من هون لشهر رمضان على أقل تقدير. طبعا ماي فريند ممكن تقلي حاليا مبروك على الاستوديو الجديد. المتابعين الجداد إذا كنت مالك مشترك ومالك عارفان إيش السيرة هون، هذا كله عمل يدوي اللي شايفه، فاشترك بالقناة. We are very beautiful people. بس فيديو الاستوديو راح احط لكم اياه باقرب وقت لحال لتشوفوا هاي التطورات شلون صار. مثل ما واضح ماي فريند، اليوم اخترت لكم اقوى 7 مواقف للفنان عبد الله بالخير. للجيل اللي ما بيعرفوا عبد الله بالخير، هو مطرب اماراتي كان يطلع قبل على التلفزيون وحاليا مختفي نوعا ما. بس اختفائه مو يعني انه يروح من عنا، لا ابو الخير وين تروح، بدنا احنا نجيبك، تعال لعندي لقلك. اليوم منقيكم اقوى فيديوهات له، وراح اكد لكم شيء انه الكل راح يضحك لانه هذا الزلمه نهفه، هذا الزلمه من اعظم النهفات اللي انوجدت بالتاريخ الحديث. راح يكون ترتيب الفيديوهات كالتالي، من الاخاف ونحن طالعين للاقوى. الفيديو الاول معنا اليوم هو مشاركه الفنان عبد الله بالخير ببرنامج رامز جلال اللي انعرض برمضان الماضي. ببرنامج رامز اللي فاتوا لعنده دائما بيطلعوا بيسبوه وبيبزوا عليه وبيكرهوه وبيرفعوا عليه قضيه، وبقلب البرنامج بيصيحوا وناس بتبكي ودراما على الاخير. الا عبد الله بالخير هيك كانت. شاكرين يا عبد الله، شاكرين يا عبد الله حبيبي. الفيديو كان عباره عن ضحك هستيري وصراخ، ضحك وصراخ، ضحك وصراخ، ضحك. عبد الله الغلا غلا مين؟ غلا مين يا حبيبي؟ لا 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 فوت هداوي بليز. طبعا المعروف عن عبد الله بالخير انه دائما بيضحك تحت اي ظرف كان، ضحك 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 ضحك. بس رامز جلال تحدى انه يخليه يبطل يضحك. بس كل الناس بتسالني دايما هو ليه عبد الله بالخير مبتسم، فانا قلت لهم انا حاسبت لكم النهارده ان ممكن عبد الله بالخير يكشر عادي. لا 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 عادي، مصر على الموقف ما بده يكشر. زدته مدري وينه. والله انه نهفه. كسر يا عبد الله. الانتاج بي ام بي سي، يا رامز اليوم لو عبد الله بالخير ما كشر مخصوم منك 50,000 دولار. رامز كشر يا عبد الله، مشان النبي كشر يا عبد الله. وعبد الله بس طبعا كل شيء له حدود، ودائما باخر حلقه من برنامج رامز كانوا يخلوا الضيف يطبش بالمي. وانت وين عم تخلي ضيف ملياردير تطفشه بالمي هالطبشه؟ هون اخذ موقف اتس انف، وهيك كانت رده فعله. سندوه يا رجال، طش بالمي. عبد الله، عبد الله ايش اللي حصل؟ انت هو مدر يعني، هو ما له علاقه. المصيبه انه عبد الله يا اخي ايش الفنان عبد الله بالخير له حضور على المسرح، وحضوره دائما مميز، وبيحب دائما يشكر جمهوره ويعبر له عن امتنانه لحضوره لهي الحفله. شرفتوني، كرمتوني، اسعدتوني، ابسطتوني، انستوني، فرحتوني. ارحمنا ارجوك. ابسطتوني، احبكم، اموت فيكم، لكم الحب، لكم التقدير. يا اخي حرام عليك، الناس جاي عم تحضرك مشان تغني. يعني نصيحه لكل واحد بده يحضر حفله للفنان عبد الله بالخير، جيب معك احرام ومخده صديقي وروح على الحفله، وخذ لك قيلوله على اول ما تسمع انه ابو الخير بلش يشكر، وبعد شغله ابو ساعه ساعه ونص ممكن تصحى وتسمع الحفله وتنبسط. واسعدتوني وزبطتوني وهندستوني وليكتولي وسبسكرايبستولي كده. عبد الله كده، عبد الله محب عاشق للجماهير، بيحب جماهيره الزلمه. شوي بلس شوي بلس شوي بلس.
مواهب الفنان عبد الله بالخير ما بتقتصر بس على الغناء وعلى الحضور القوي على المسرح وعلى الصراخ بالبرامج، لا، في عنده موهبه اللي هي التمثيل. للي ما بيعرف، عبد الله بالخير شارك باهم فيلم انتجته مارفل يلي هو فيلم سبايدر مان، والمعلومه الاقوى، الشخص يلي كان بيلعب دور سبايدر مان هو نفسه عبد الله بالخير. خد، ما حدا راح يقول لك هاي المعلومه ابدا، مو مصدقها؟ تفضل شوف. ايام عبد الله تمام بالخير هم صادقين. الو هيام عبد الله، يو دونت نو مي. مع ابو الخير مش هتقدر تغمض عينيك. استراحه قصيره عزيزي المتابع، روح جيب لك فنجان قهوه، كاسه شاي، شيء بارد لتشربه، فنحن قعدتنا مستمره والفيديوهات الاقوى جايه. انا كمان راح اخذ شيء اشربه. ثلاجة جديدة ومشاريب. على فكرة هذا كله من أرباح اليوتيوب من عندكم، يعني شكرا للمتابعين. الموضوع بس يتعلق بالجنس اللطيف. عبد الله بالخير ملك، ملك بالكلام وملك بالمقابلات، وحتى على الهواء ممكن يتزوج. عبد الله نعم تتزوجني؟ على الهواء بوزارة الانتماك؟ احنا على الهواء الحين ولا على الماء؟ على الهواء والله. متناغم انا. إجابة نعم يس. الإجابة نعم. إيش الإجابة نعم؟ أبو الخير فكر حاله ببرنامج مسابقات. يا أبو الخير، المخلوقة تطلبك للزواج، هل تريد أن تتزوجني؟ تدخل بها يعني؟ يا مصطفى الآغا، يا غلبوس أنت، يا غلبوس. سيفية أم زكي، ها؟ أم زكي تبع باب الحارة، جيب الناس على البرنامج تبعك وبلش تجوز وطلق وسوي فيها الداية. أم زكي طلعنا معك بالبرنامج شي مرة وفلنا حدا، زبطنا يا أخي، زبطنا أولاد بلدنا احنا. بدكم نسوي حلقة عن مصطفى الآغا؟ اكتبوا بالتعليقات، نسوي حلقة عن مصطفى الآغا وضيوفه قصف جبهات على الهواء. سبحان من جمع راسين بالحلال. شوي بلاس شوي بلاس شوي بلاس. بس السؤال الأهم، ليش هو محبوب من النساء؟ يعني هو مو أول مرة هاي له بلقاء على التلفزيون وبيصير فيه حب وغرام، دايما بتحصل المواقف هاي معاه، ليش يا ترى؟ معقول الفلوس؟ أو معقول الهضامة؟ لقيتها، أكيد الستايل، الستايل هو الهيت بالموضوع. هيت مي بالستايل تبعك يا أبو الخير. انسولي الستايل، شكله الدش اللي لابسه ابو الخير مو هو مغناطيس النساء، في اكيد شيء تاني. بس شئنا او ابينا، ابو الخير يعتبر انسان متميز بعالم الموضه وعاشق للون الاحمر، اي شيء ممكن تشوفه بيحط فيه احمر. فترتك حمراء، هاللي حاطه على كتفك الاحمر، نعم، دشداشتك ما ادري دراعتك حمراء، نعم، الخيزران اللي بيدك حمراء، ورنا ساعتك بعد حمراء بعد، صحيح صحيح، ومصباحك احمر بعد. اي لا مو سهل يا اخي، عنده ضحكه روعه يا اخي. ونعالك الله يكرم السامع احمر. احسب الخير، احمر احمر مو احمر، احمر احمر يا ابو الخير، احمر احمر يا ابو الخير، احمر مو احمر يا ابو الخير، احمر 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 احمر، خلاص احمر احمر، خلاص احمر احمر احمر. ليش؟ وما ادري بعد ايش لابس احمر، ما بقول. شيل 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 يا محتوى عائلي، محتوى عائلي محتوانا. اهلا. شوي بلاس شوي بلاس شوي بلاس. الفيديو اللي بعده جبنا ام العيد. بالفيديو الاخير عندنا عبد الله بالخير كانت مقابلة مع احد الصحفيين باحد المهرجانات، فسألوا المذيع لو كان بيحب المرأة المحتشمة او المرأة الغير محتشمة. والله الحقيقة احنا على الهواء الحين. لأن أنا عندي ثلاث إجابات فما أقدر أقول. إحنا على الهواء الحين؟ أكيد على الهواء ولا بالبرات؟ على الهواء يا أبو الخير، جاوب على الأسئلة. عنده ثلاث إجابات أبو الخير، الله العليم إيش هي الإجابات. وأثناء هاي المقابلة سأل المذيع لو كان حاطط براسه فكرة الزواج أو ناوي يتزوج، جواب كان أنا متزوج الفن. يا أخي كون جندي لدقيقة واحدة، الزلمة بيسألك لو بدك تتزوج. يا الله، والله فلة، والله يا الزلمة فلة. وبنهاية المقابلة للمذيع سألوا عن موضوع زواجه من هيفا وهبي، لو كان هذا الموضوع مزبوط أو إشاعة. وقتها كانت إشاعة أنه زواج أنت وهيفا. لا كان حقيقي. كنتوا مزوجين أنت وهيفا؟ ما بدي أوبني على هذا السؤال، أمتنع. أعتج. المذيع بدي يسوي شغله، يقول له متزوجين ولا مو متزوجين؟ وهو أمتنع. كنتوا مزوجين بالسر يعني؟ أنا أشجبك. أنا أشجبك. راحت المقابلة والزلمة رح ينطرد من وراك، جاوبوا على السؤال، دبحتوا للزلمة. طبعا الموضوع بالأخير طلع دعابة بل كأنها كانت دعابة جميلة، يا ليتها تستمر.
امين ما يتمناها يا ابو الخير. كل المتابعين هاي الحلقه عم يقول يا رب اطعمنا، يا رب اطعمنا ولا تحرمنا، اللهم اطعمنا هيفاء وميفاء وكل من يشابه هذه الاشكال يا رب. ها شوي بلس شوي بلس شوي بلس. ها وانت ماي فريند عزيز المتابع ما بتتمنى كمان هيفاء وهبي تكون دعابه لا يوم واحد معاك؟ حرك حالك عزيز المتابع، لازم بالتعليقات تكون متفاعل، عريس لقطه ومعاه فلوس كتير يبحث عن هيفاء وهبي ليمارس معها الدعابة، ليمارس معها الحب. اكتبوا لنا كمان بالتعليقات لو في عندكم أي اقتراح لموضوع تاني ممكن نطرحه. بس عزيزي المتابع لا تنسى تشترك بهاي القناة لعله يكون زر الاشتراك هذا سبب في أنه تحصل لك دعابة مثل دعابة هيفاء بالتعليقات. لا تنسى تصلخنا زر أعجاب وتتابع الحلقات القديمة وتشترك بالقناة لتشوف الحلقات الجديدة من سلسلة برنامج شاوي بلس. السلام عليكم وتصبحون على ألف خير. رايح وين أنا هين؟ شاوي بلس جاكل كينج أنا زين جمهور وانت تزيدين لا تصير كريش طعم ضرب كسكيتش. شاوي بلس شاوي بلس شاوي بلس. ها شاوي بلس شاوي بلس شاوي بلس. ها